السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي طلاب السلامه في كل مكان، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم جميعا ان شاء الله، ومراجعات باذن الله سعيده على كل الطلبه المجتهده اللي تعبوا جميعا ان شاء الله، باذن الله كله يحصل على اللي هو نفسه فيه بس بالجد والتعب والاجتهاد. شد حيلكم وربنا يكرمكم وربنا يدي كل واحد على قد تعبه ان شاء الله باذن الله. النهارده يا جماعه بناخد اسئله في غايه الاهميه ومعلومات في غايه الاهميه، وعندنا يا جماعه معلومات كتيره النهارده عايزين نقولها. هنقول طلاب تانية سنة عشان طلاب زعلانين مننا، هنقول لهم شوية معلومات مهمة بتوع سنة تانية، ركزوا معايا لو سمحت في اللي هقوله. عندي يا جماعة أول سؤال، يلا حبايبي، مين هو البيرسون؟ A person who performs operations. مين يا جماعة البيرسون اللي بيرفورمز اوبريشنز؟ مين الشخص الذي يجري العمليات الجراحية الاوبريشنز؟ تقول له طبعا ده يا جماعة السيرجن. سيرجن، الجراح. السيرجن، الجراح. يبقى خلي بالك الكلام ده بيجي في الفايند ذا ميستيكس والتشوز. البيرسون هو بيرفورمز اوبريشنز، الشخص الذي يجري العمليات الجراحيه اسمه ايه؟ قول له اسمه سيرجيان، جراح. سبيس اهو. وبيقول لي يا جماعه اجروب اوف بيبل، مجموعه من الناس، تشوزن تو، بتختار لكي تمثل ريبريزنت، تمثل ريبريزنت ا كمباني، تمثل شركه. قول له على طول يا جماعه مجموعه من الناس تختار لكي تمثل كمباني، شركة. قل له اسمهم ديليجيشن، وفد. ديليجيشن، الوفد. ديليجيشن، a group of people chosen to represent a company، مجموعة من الناس تختار لكي تمثل الشركة. تاني يا حبايبي، مجموعة من الناس، a group of people chosen، تختار to represent a company، لكي تمثل الشركة. الإجابة delegation، الشخص الذي يجري العمليات الجراحية يسمى surgeon. يلا حبايبي ناس تركز في اللي بنقوله، يلا ناس اللي بتكتب خلاص، يلا حبايبي اسمع كده السؤال الجاي بيقول ايه. بيقول لي يا جماعة شخص is a person who works in politics، شخص يعمل في مجال السياسة. A person who works in politics، يعمل في مجال السياسة. قول له طبعا اسمه politician. السياسي، politician، السياسي. خلي بالك عشان في فرق بين السياسي وفي فرق بين الدبلوماسي، هقولها لك دلوقتي حالا. البوليتيشن رجل سياسة، someone who works in politics. طب مين الشخص اللي هو الدبلوماسي بقى؟ اهو دبلومات. قول له يا جماعة الدبلوماسي ده رجل is employed، يتعين by the government، by the government، بوسط الحكومة، to live in
another country يعيش في دولة and speak for the government. هو شخص يا جماعة يتعين بواسطة الحكومة ليعيش في دولة أخرى. speak for كلمة مهمة جدا بمعنى يتكلم بالنيابة عن the government الحكومة. تاني يا جماعة الشخص الذي يتعين بواسطة الحكومة someone is employed by the government يتعين بواسطة الحكومة to live عشان يعيش in another country في دولة أخرى and speak for the government ويتكلم بالنيابة عن الحكومة يسمى دبلومات الرجل الدبلوماسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتورة سمية؟ ازيك يا مستر؟ الحمد لله. سنة تالتة؟ اه. طب معلش يا سمية النهاردة هشتغل تاني عشان بيزعلوا مني والله. الفصة كلها تانية؟ معلش. لا عايزة تجاوبي خليكي جاوبي معايا عادي. طب ماشي. هنسأل أسئلة في الفاينز ميستيكس. ماشي. عشان باباكي ما يزعلش. ماشي؟ محدش بيزعل من حضرتك خالص يا مستر. الله يبارك لك يا سمية أنت وأبوك المحترم. يخليك. ربنا يخليهولك يا رب إن شاء الله وأشوفك دكتورة بإذن الله. يلا الشخص الذي يتكلم بالنيابة عن الحكومة الفعلي ده مهم جدا يا جماعة. بص كده يلا طب يا سمية والله مش هزعلك برضو هديكي حبة تراجم عشان تستفيدي معانا برضو. يلا سمية وكل بتوع الصعيد الشطار كلهم تلتات. صفية من هنا. ازيك يا صفية؟ السلام عليكم. ازيك يا صفية عاملة ايه؟ الحمد لله. سنة تالتة برضو يا صفية؟ اه تالتة. طب يلا يا صفية. طيب يا مستر كنا عايزين يعني شوية تراجم كده يعني مهمة. حاضر والله اهي حاضر. تشكل الديمقراطية حجر الزاوية في عالمنا اليوم. تشكل الديمقراطية حجر الزاوية في عالمنا اليوم. ديمقراطي is considered democracy the corner of stone. تمام. In our world day to day. تمام. يلا. Democracy is the stone of corner. أو corner stone. دي مو كرا سي الديمقراطية is a corner stone هي حجر الزاوية تشكل يعني تكون واللي يقول is considered طبعا صح الديمقراطية تعتبر حجر الزاوية in our world today in our world today الديمقراطية is a cornerstone in our world today تشكل الديمقراطية حجر الزاوية في عالمنا اليوم. لو جات لي بالانجليزي يا أستاذة سمية وعايزة ترجمها بالعربي ما أقولش يعني من الأفضل أنه ترجم فيرب تو بي على حسب معنى الجملة مش لازم أقول إيه إن الديمقراطية تكون حجر الزاوية ما أقول تشكل الديمقراطية تعتبر الديمقراطية حجر الزاوية cornerstone مش عارفها اكتب an important thing تلعب الديمقراطية دورا هاما في عالمنا اليوم صح طبعا يعني غير كلام أنا خالص وقول الديمقراطية plays an important role in our world today صح والله العظيم وتاخد الدرجة الكاملة مش لازم الكلام بالنص يا جماعة معايا؟ فمين قصدي فاهم قصدي يا سمية؟ أيوة مستر فاهمة يلا عايز أقول أمسح خلاص يا جماعة نفسي بتكتب يلا بيقول لي إن تقدم أي أمة يعتمد اعتمادا
كبيرا على شبابها إن تقدم أي أمة يعتمد اعتمادا كبيرا على شبابها. The progress of any nation depends on أيوة on its youth. تمام، عايز الحال بقى entirely depends greatly on أيوة 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 صح كده. بص يا أستاذة، أولا أنا بقول الجملة دي ليه؟ عشان أعرفكم أن المفعول المطلق لا يترجم في اللغة الإنجليزية. إلى تقدم أي أمة يعتمد اعتمادا، ما فيش حاجة اسمها اعتمادا. تقدم أي أمة يعتمد اعتمادا كبيرا، هقول يا جماعة The progress of any nation. The progress of any nation depends greatly on its youth. أهي the progress of any nation depends greatly on its youth. الحال المفعول المطلق لا يترجم، ولكن أدور على الحال، هو بيعتمد إيه؟ بدرجة كبيرة، بدرجة جديدة، فقلت greatly. يبقى المفعول المطلق لا يترجم ولكنه يترجم حال. معايا؟ أيوة حضرتك. أستاذة. أيوة مع حضرتك يا مس. أنا عايز أسألك سؤال. أيوة. هقول لك معلومات تقولي لي مين هو الشخص ده. هو شخص. معايا؟ شخص عندنا في يونت 14 في يونت 14 اسمه جراهام جريني، تسمع عنه؟ ايوه اللي هو كاتب قصة زبير. طب اسمع، هقول اهو معلومات عنه. الكلام ده مهم يا جماعة، عشان لو جالي معلومات عن الشخصيات اسمع كده. بيقول لي يا جماعه جراهام جريني اسمه اهو، طلب الثالثه ثانوي، اسمه جراهام جريني. احفظ، جراهام جريني was born in 1904، اتولد في 1904. He was the fourth of six children، الرابع في اخواته الستة. كان والده although his father was a school teacher، بابا كان مدرس في مدرسة. His wider family was wealthy، عيلته كانت غنية. And influential in the world of banking and business. طبعا يا جماعة بيشتغلوا في مجال البنوك والبيزنس. جراهام was very unhappy at school، لأنه يا جماعة he was regularly bullied. On leaving school he went to Oxford University where he studied history، درس التاريخ في جامعة أكسفورد بإنجلترا. Can not very successful، ما كانش ناجح على الإطلاق. After graduating he became journalist، أصبح جماعة صحفي بعد التخرج. ثم جماعة بنقول إن هو his first successful novel، أول رواية لي كان اسمها اسطنبول ترين، قطار اسطنبول، ونشرت في عام 1932 واتعملت فيلم. He wrote book and film reviews for magazines and newspaper، كان بيكتب مقالات نقدية على أفلام وكتب وبتنشر في مجلات وجرائد. Then during the next world war
واثناء الحرب العالميه الثانيه هي وركت فور ذا بريتش جفرنمنت ان افريكا، اشتغل تبع الحكومه البريطانيه في افريقيا. الراجل ده يا جماعه كتب A travel book about his experience. كتب كتاب عن خبرته. He traveled to Mexico, which is where I met him. He moved to Switzerland. A fantastic storyteller. راوي قصص رائع. الحاجة الغريبة اللي عنه that his books were popular with ordinary people. بيتكلم عن ناس عادية جدا في كتبه. But we're also regarded as great literature. ولكنه يعتبر من الأدب العظيم. I believe people will read his book for many years. He was married and had two children, but always wanted the excitement of foreign travel. And was quickly bored of daily routine. بيتضايق يا جماعة من النظام اليومي المعتاد. Despite his being known as a difficult man, I got on very well with him. دي يا جماعة معلومات عن ألكسندر and Graham Greene في يونت 14. لازم أكون عارف المعلومات دي يا جماعة. أيضا عندي معلومات عن الكاتب الكبير المصري يحيى حقي. يا أستاذة معايا؟ أيوة مستر معلش. سمية؟ ولد في حي السيدة زينب. قلنا حي يعني إيه يا سمية؟ ديستريكت. اسمها ايه؟ ديستريكت. ديستريكت حي او منطقة. تعرفي تسوي كلمة ايه؟ نيبرهود. منطقة او جوار. ايوه حي برضو او منطقة. ديستريكت او نيبرهود يعني حي او منطقة. معايا؟ هو رائد في الأدب العار المصري الحديث. اسمه ايه؟ He was the pioneer of Arab literature. في الأدب المصري الحديث أحد رواد. بايونير يعني رائد. One of the pioneers. واحد من رواد الأدب المصري الحديث. تمام. معلومات مهمة جدا. تعرفي مين إيمي جونسون يا أستاذة سمية؟ She was the first woman to educate. To إيه؟ Educate. تتعلم؟ لا. إيمي جونسون دي ملكة الطيران. عارفاها في يونت 13. ايوه. اللي كانت بتعمل سولو فلايتس رحلات فرديه. معايا؟ ايمي جونسون كانت تعمل في لندن. كان معاها بايلوتس لايسنس رخصه للطيران. كانت بتعمل سولو فلايتس فروم بريطانيا تو استراليا رحلات فرديه من بريطانيا لاستراليا. وكانت فلو الون بتطير لوحدها. From London to Darwin بسمول بلان. كانت بتعمل رحلات تصل إلى 19 يوم. معايا؟ سموها الكوين أوف سموها ملكة الطيران كوين أوف فلاينج أو الكوين أوف ذا إير ملكة الطيران. اسمها إيمي جونسون. أهي يا جماعة. لما يسألك عن إيمي جونسون قول له يا جماعة إيمي جونسون. يونت 13 اللي مش مذاكر يا جماعة هو يراجع. كان اسمها أساتذة ذا كوين أوف ذا إير. طب هتجيلنا إزاي يا مستر الأسئلة دي في امتحان؟ ملكة الطيران. والله تيجي situation. معايا؟ مواقف. You are asked about the queen of the air.
شخص ما يسألك عن ملكة الطيران مين هي؟ إيمي جونسون. شخص ما يسألك عن أول مدرسة تمريض مين اللي عملها؟ ها يا أستاذة فلورنس نايتنجيل. ما خدناه ولا ما خدناهاش؟ امتى؟ فلورنس نايتنجيل يا أستاذة سمية عارفاه؟ لا. مؤسسة لا. أول مدرسة تمريض في بريطانيا اسمها فلورنس نايتنجيل. اير الليسننج بتاع اليونيتات يا أستاذة سمية. ماشي. اير الليسننج كله النهاردة خلاص؟ ماشي. بصي ركزي على يونيت 2 أنتوني هوب، ركزوا على يحيى حقي يونت 4، يونت 5 اجازه ميلر. عارفه اجازه ميلر؟ اجازه كريستي. ايوه اجازه كريستي. يونت 8 روبرت لويس ستيفنسون. يونت 11 الكسندر دوماس. 13 فلورنس نايتنجيل وايمي جونسون وعيش عبد الرحمن. 14 جراهام جريني. 17 جون ستينبك. معايا؟ اقول تاني اليونيتات. الليسننج بتاع يونيت 5 و8 و11 و13 و2 و4 تمام كده. السلام عليكم يا هدير. وعليكم السلام. سنه ثانيه؟ اه. بتكلم منين؟ من الجيزه. شكرا يا استاذه سميه. شكرا يا دكتور. راجع بعد اذنك الكلام اللي بقوله. ازيك يا استاذه هدير؟ ازي حضرتك يا مستر؟ ثانيه. اه. ربنا يكرمك. محتاجين ايه الفتره دي يا استاذه هدير؟ ماشي يا مستر. محتاجين ايه الفتره دي؟ يعني باذن الله التركيز، يعني انا بوصي نفسي وبوصي زمايلي يعني بالتركيز والهدوء كده ان شاء الله، ويعني نتقرب اكتر لربنا باذن الله. يعني الله يبارك لك يا استاذه هدير. الله يبارك لك. محتاجه ايه في الانجليزي الفتره اللي جايه؟ اه يعني حضرتك ممكن الترانسليشن نهتم بيها اكتر. تمام. قطع الباراجرافت وكده يعني. المشكله يا هدير ان في بعض الطلبه مش عارفه اساسيات. اول مره تسمعها. بقول كلام اهو الناس اول مره تسمعه، يا اكنه كلام غريب ما سمعوش المنهج قبل كده. يلا يا استاذه. بيقول لي the time where we meet. حضرتك ده سؤال point and stick؟ اه. هتبقى when. ايه؟ when مش where. هتبقى ايه؟ when. تمام. انت قاعده قدام التلفزيون دلوقتي؟ اه نقلت التليفون بره. ركزتي؟ اه. طب ماشي يلا. شوف انا فاكرك ازاي؟ هنشيل where ونحط وين. تمام. عشان ده وقت. الوقت عندما نحن نتقابل. يعني ايه فيست يا هدير؟ نعم. يعني ايه فيست؟ العيد. اكلك. يبقى الوقت اللي احنا بنتقابل فيه هو يوم العيد. يبقى طالما وقت اختار وين وليس وير. تمام. الناس اللي بتكتب يلا يا جماعه ذا تايم وين وي ميت از ا فيست وليس وير. وير تحل محل الاماكن ابو حميد، اما وين تحل محل الاوقات. يلا يا استاذ هدير. طب حضرتك يا مستر توصيني بايه؟ انت ممتازه وزي ما انت قلت كده الناس المذاكره يبقى ما فيش حاجه تعملها غير ان هي فعلا تتقرب لربنا ويدعو ربنا ان ربنا باذن الله يديهم على قد تعبهم، وان اللي تعبوا فيه ان شاء الله باذن الله يعني ده ما فيش كلام طبعا من اسماء ربنا ان هو العدل، فان العدل يلزم نفسه ان هو طبعا طالما انتوا ذاكرتوا وتعبتوا ربنا يديكم على قد تعبكم باذن الله. فاهم قصدي؟ فتبقي عندك ثقه من نفسك، دي اول حاجه. عدم الرهبه من الامتحان، هو امتحان زي اي امتحان ثانويه عامه اه، ولكن الناس اللي تعبت انا باكد لكم والله العظيم ان باذن الله مهما كان الامتحان صعب الناس اللي ذاكرت وتعبت ربنا بيديها على قد تعبها، والناس بتقفل 25 من 25 في الانجليزي كتير يعني بفضل ده بفضل الله كتير جدا، ولكن ناس مركزه من اول شهر 8 اللي فات. مش عايز يا جماعه حد يصيب الغرور،
ثق من نفسك وذاكر كويس واعمل اللي عليك والباقي على ربنا ان شاء الله. يا جمنير يا هدير اسف. يلا الجمله بتقول Are they sold all the chicken yet? أمنية. هو هنا مستر الغلط في sold تبقى are they selling. طب ما تركزي وقري الجمله لحد الاخر. هي اخر كلمه ايه؟ هي دي اللي هتحل الجمله. هي يت يعني انا مش شايفاها كويس عشان ايوه يت. تبقى هاد. تبقى ايه؟ هاد طبعا كده بدل ايه؟ بدل ار. تمام ايوه كده. انا بس عشان ما كنت شايفاها والله. هاف زي سول اول ذا تشيكنز يت. يت دي يا هدير تدل على ايه؟ على زمن البريزنت بيرفكت. ايوه يعني لازم احط يا اما هاف يا اما هاز ثم تصريف ثالث للفعل. كلمه يت يعني حتى الان تدل على زمن المضارع التام البريزنت بيرفكت الذي يتكون من هاف او هاز وتصريف ثالث للفعل. هدير. نعم. تعرفي تحولي الجمله دي لباسيف؟ نعم. تعرفي تحولي الجمله دي لباسيف؟ بس هنقول all the chickens تبقى سؤال سؤال نعم. سؤال سؤال نعم عايز سؤال متحول لباسف. هبدأ بهاف برضو. have all the chicken have all the chickens been sold yet. yet استاذة حطيتي بين ليه هدير؟ علشان هنا في طالما في have لازم يجي بعديها بين وبعد كده الفيرب في الباست بارتيسيبل اهو. يبقى كده مبني المجهول والمجهول يعني فيرب تو بي وتصريف ثالث. يبقى لو عايز احول الجمله دي لمبني المجهول هقول هل الفراخ اتباعت؟ have all the chickens been sold yet. هل كل الفراخ اتباعت؟ او مبني المعلوم بقى have they هل هم باعوا sold all the chickens yet. الجمله يا جماعه واضحه؟ الجمله فيها yet من الكلمات الدالة على زمن المضارع التام اللي بيكون من هاف وهاز وتصريف تالت. في المبني المجهول احط من عندي بين يبقى هاف وهاز بين وتصريف تالت للفعل وابدا بالمفعول. الناس اللي بتكتب خلاص؟ يلا يا جماعه شد حيلكم عشان ربنا يكرمكم. ذاكروا كويس. يلا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاني is the only war car whose I trust. هاني هتبقى هو بدل هوز. هتبقى هو وافضل من هو ذات. طب ما تقوليها. مش في كلمة the only؟ خدناها دي ولا ما خدناهاش؟ ايوه خدناها. ايوه كلمة only وكلمة any واي صفة اخرها est وكلمة most تاخد كلمة that. اهي. يبقى الولد هاني هو العامل الوحيد الوحيد الذي انا بثق فيه. هاني is the only worker والعامل الوحيد زي بست لا بثق فيه. اقول تاني يا جماعه تاني هدير انا شلت هوز لان هوز دي بتيجي قبلها مالك وبعدها مملوك تستخدم للملكيه. اما ذات بمعنى الذي او التي وتحل محل العاقل وغير العاقل سواء فاعل او مفعول. ولكن قلنا ايه؟ اذا وجد في الجمله كلمه اني كلمه اونلي كلمة most
صفه اخرها اي اس تي، فاكره؟ نختار يا جماعه في الجمله دي زاد بدل هو، هو بمعنى الذي او التي طبعا، وزاد بمعنى الذي او التي. يلا حبايبي ناصر بتكتب اهي، اسمع الجمله الجايه. بيقول لي يا جماعه يلا هدير ماشي مع حضرتك، بيقول لي من الأفضل أن نتعلم اللغات الأجنبية لأنها وسيلة الاتصال بين الناس. من الأفضل أن نتعلم اللغات الأجنبية لأنها وسيلة الاتصال بين الناس. هقول it's better that we learn foreign languages. It's because ثانية واحدة ثانية واحدة. It's better for us. من الأفضل لنا يا هدير. It's better for us. أن نتعلم that we learn to learn. من الأفضل أن نتعلم foreign languages. الفورين languages because it's a means for communication among people. أستاذة foreign languages because they are لأنها means of communication among people وسيلة الاتصال بين الناس among people. It's better for us to learn foreign languages because they are means of communication among people. من الأفضل أن نتعلم اللغات الأجنبية لأنها وسيلة الاتصال بين الناس. It's better for us to learn foreign languages because they are means of communications among people. اسمعي يا استاذه امنيه يا استاذه هدير، تعالوا كده مع بعض يا جماعه نقول حاجه مهمه جدا. طالب بيقول لي يا مستر ما بعرفش افرق بين الماضي التام والتام المستمر، تعرفي تقولي يا هدير؟ الماضي التام اللي هو بيعبر لا يعني لما بيحدث بيبقى فيه حدثين، الحدث الاول بياخد ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط. يتكون الماضي التام من ايه؟ يعني ما بيذكرش فيها فتره الفتره اللي استمرت فيها الحدث الاول. يعني الماضي التام بيكون من ايه؟ هذا ده بس بارتيسيبل. اما ماضي تام مستمر هاد بين زائد البست بارتيسيبل. هاد بين زائد ايه؟ الفيرب ساين جي. ايوه اوعي مستمر يبقى فيرب اي ان جي. خلاص كل الروابط بتاعه الماضي التام يا استاذه هدير افتر واز سون از وبيفور وباي ذا تايم يجي بعدها ماضي تام ممكن اخليه تام مستمر لو استمر فتره. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا استاذه اهو هوريكي مثال. انا امبارح بعد ما اكلت نمت، بعد ما ذاكرت نمت. After I had studied I slept. Studied I slept. مش كده برضو ولا ايه؟ بعد after
هدو تصريف تالت اسمه ماضي تام. بعد ما ذاكرت نمت. ده الحدث اللي تم الاول يا هدير زي ما انت قلتي، واللي تم الاول ده يسمى ماضي تام. بعد ما انا ذاكرت الاول رحت نمت، اي سليبت، ده اسمه ماضي تام. لو استمر فتره بقى يبقى ماضي تام مستمر. فاقول ايه؟ افطر اي هاد بين ستاديينج، افتر اي هاد بين ستاديينج فور تو اورز اي سليبت. بصوا يا جماعه نفس الجمله بس خدنا هنا وهاد بين ايه؟ ستاديينج ماضي تام مستمر. عرفت منين انه مستمر؟ عشان استمر يا استاذ لمدة قد ايه؟ ساعتين. لمدة ساعتين. وطالما استمر لمدة ساعتين يبقى اسمه ماضي تام مستمر، ويتكون من هاد وبين وفيرب واي ان جي. مش محتاج يا جماعة، لو قال لي استمر سنتين، اسبوعين، شهرين، ثلاث سنين، يبقى ماضي تام مستمر مش ماضي تام. الماضي التام ما بيذكرش حاجة. بعد ما ذاكرت نمت خلاص، وينفع يجي بعديه بفور، بفور اي سليبت، قبل ما انام قعدت اذاكر ساعتين. اي هاد بين ستادينج فور تو اورز، اي هاد بين واتشينج تلفزيون، كنت قاعد بتفرج على التلفزيون لمدة 1 اور، ساعة. اذا ذكر المدة اللي استمر فيها الحدث استخدم ماضي تام مستمر. صعب الكلام يا جماعة؟ يلا حبايبي اي سؤال انا تحت امركم. الناس يا جماعه بتبعت لي رسائل وبقدر بقول على قد ما اقدر والله الاسئله. مستر هو ممكن اسال معنى كلمه؟ اتفضلي. هو يعني ايه معنى التواضع؟ مودست. انت ممكن حضرتك تكتبها؟ مودست متواضع. طب وطفرة؟ جاب، جي اي بي، جاب متواضع يعني مودست. يلا يا استاذة بيقول لي ذا دور بيل از رينجينج، ذا دور بيل از رينجينج، اي هاف اوبند ذا دور. ذا دور بيل از رينجينج، I have opened the door. ده فاينز مستيك ولا ايه؟ اه فاينز مستيكس. ممكن رينجس؟ ها؟ ممكن رينجس؟ ليه؟ هو بيرن دلوقتي وانا هفتح الباب. يعني هنا ممكن يبقى كويك ديزيجن؟ هتبقى ويل. أما أنا بقول لحضرتك هتبقى كويك ديزيجن، تبقى ويل أوبن. أيوة طبعا تبقى ويل أوبن. نعم. أصل أنا اتلخبطت في إن إحنا كده هنغير حاجتين، يعني مش حاجة واحدة. لا حاجة واحدة، هو ما هي ويل لازم يجي بعدها مصدر، هو زمن، أنت غيرت الزمن بس. جرس الباب بيرن. جرس ماشي الباب بيرن. خلاص أنا هفتح الباب. I will open the door. اسمه إيه ده؟ قرار سريع. معنا مين يا عم عبد الكريم؟ معنا اتصال يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذه سوسن. الله يسلمك يا استاذ. في سنه كام؟ تانية. ربنا يكرمك. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تستفادي كويس من البرامج التعليميه في قناه الرحمه؟ نعم يا مستر. تستفادي من كل المواد في قناه الرحمه؟ ايوه. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، شد حيلك وذاكري كويس. حاضر. جرس الباب بيرن يبقى انا اللي هفتح.
لما يقول لي جرس الباب بيرن قول له انا اللي هفتح يا مستر، انا اللي هفتح يا بابا. يبقى ده اسمه قرار سريع. في القرار السريع استخدم ويل والمصدر. في القرار السريع استخدم ويل والمصدر. يبقى the door bell is ringing I will open the door. اسمعوا يا جماعة السؤال القادم. سالي ميت سيم مستيك اجين. الجمله فيها خطا يا استاذه. هتبقى زي بدل ايه؟ ها هتبقى ايه بدل ايه؟ هنحط زي ذا سيم مستيك. تمام. كلمه سيم تاخد الاداه زي هي عملت نفس الخطا مره اخرى. يبقى يا جماعه كلمه سيم تاخد زي. استني يا هدير بقى نشوف سوا. يا هدير ركزي. حاضر انا مع حضرتك. ما تجاوبيش استني. حاضر مين؟ يلا استاذه بتقول لي بافارتي از شي از شي is happy. ها يلا حبايبي سوسن. نعم يا مستر. اتفضلي جاوبي. ده الجمله دي فيها غلطه. بافرتي as she is happy. ها لا مش عارفه. قولي يا هدير. الو ايوه مع حضرتك. يلا هدير جاوب. طب هنا ممكن يعني احنا مثلا نغير هتبقى although she is poor مثلا. انت كده غيرتي الجمله كلها. طب انت عارفه بور ايه؟ بور يعني ايه؟ بور يعني فقيره. طب هي قصدي جايب لها اسم ولا صفه؟ لا بتيجي قبلها صفه. يبقى اشيل كلمه هتبقى بافرتي تبقى بور. تبقى ايه؟ بور. بور از شي از شي از هابي. عارفه عند از تكون از بمعنى ايه؟ يعني بالرغم من ان هي يعني فقيره. بالرغم من بالظبط. امتى تبقى از بمعنى بالرغم من؟ لما يجي قبلها صفة وبعدها فعل وفعل. القاعدة بتقول ايه يا هدير؟ بتقول إذا بدأت جملة بصفة. إذا بدأت الجملة بالإيه؟ بالصفة. أجيب as فاعل ثم فعل ثم جملة تانية متناقضة لها في المعنى. لأن as بمعنى بالرغم منه. يبقى أقول يا جماعة رغم ان هي فقر ولا فقيرة؟ فقيرة. يبقى يا جماعة الصفة poor as she is رغم ان هي بتكون فقيرة هي بتكون سعيدة. poor as she is happy. poor as she is happy. صعبة دي يا جماعة؟ يلا أسد دي يا جماعة قاعدة التناقض اللي اسمها is بمعنى بالرغم من. جملة كمان how ever she was clever she would. احنا هنا هنقول كليفر هاويفر كليفر شوز ايه جود مارك.
اتفضلي يا هدير. ثانية واحدة. طب معلش بس انا اقرب. هتبقى بينجي يا نصة؟ هتبقى ايه؟ هتبقى هوفر كليفر شيوز. لا طب ممكن تبقى ايه؟ اصلا متبرجله بس. ايوه كده يا استاذة. شيوز كليفر. طبعا اف طبعا لو كانت شاطره كان زمانها حصلت على درجه جيده. ايوه ربنا اف والماضي ود والمصدر. هو في تناقض يا ابله؟ لا لا يبقى هو عايز لو عرفت المعنى ان هو مش متناقض. ايوه لو كان تناقض كنت اخترت هاويفر، وساعتها يا استاذه سوسن هاويفر يجي بعدها صفه هاويفر كليفر شي ووز. وكان هنا في تناقض رغم انها شاطره جابت درجات وحشه، لكن بيقول لي هي لو كانت شاطره كانت جابت درجات حلوه. فهمت قصدي ايه؟ تلخبط الجمله دي هدير. جمله رائعه يا جماعه. اف والماضي ود والمصدر. اف وماضي ود ومصدر اهو. لو كانت شاطره كان زمانها حصلت على درجه حلوه. اف وماضي ود ومصدر. صعبه دي يا جماعه. يلا يا سد. اف هي is ill we would visit him. هتبقى will بدل would. طبعا هتبقى will. if مضارع will والمصدر. طب سوسه بقى اخر اخر محاوله ليكي. نعم. عايز in case of. in case of his illness هتبقى we will visit him. يبقى نجيب اوف هيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي. يبقى رجع از في المصدر تبقى being ill. وحط لها اي ان جي جدع يا سوسه. ان كيس اوف being ill كمل الجمله. حل اخر ان كيس اوف his illness في حاله مرضه احنا هنروح نزوره. يبقى ان كيس اوف being ill لان ان كيس اوف بيجي بعدها حاجة من اتنين. in case of معناها في حالة، يجي بعدها يا فيرب زائد ing يا اسم من الصفة، وده بيحفظ ملوش قاعدة. ال تبقى illness. ان شاء الله الاسبوع القادم في مراجعة مهمة. انتظرونا يوم الاحد الجاي باذن الله. اشوفكم على خير. تحياتي ليكم من قناة الرحمة باسم الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.